يا جماعة فرع مدينة نصر محل المنصوري. هيا يا بنت، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ندى من قناة ندى بيوتي. النهاردة هوريكم حاجات كده جبتها من محل حلو قوي اسمه المنصوري، عامل طبعا سيل وكده عشان احنا في اخر الشتاء. كل قطعة في المحل، اي قطعة تعجبك ب100 جنيه بس. فانا طبعا رحت وكده، بما اني بجهز وكده، رحت جبت 3 بناطيل، واختي برضو جابت 3 بناطيل، وانا جبت كمان بلوزة. فهوريكم دلوقتي حاجاتي اللي انا جبتها من هناك، وبجد البناطيل الماتيريال بتاعتها تحفة تحفة بجد، اكنها بناطيل يعني من اللي زي اللي بجيبهم وكده من H&M وكده، بجد تحفة. بص هوريكم اهو، بص اهو اول بنطلون معايا بتاعي طبعا، يا رب بس الصورة تكون واضحة. الاول هوريكم التيكت بتاعه، اهو ده اللي مكتوب عليه، وده طبعا برضو التيكت، مش عارفة بقى ايه ده. وسعر البنطلون اهو، سو كاتبين ايه اهو، البرايس 100 جنيه. فده اول بنطلون انا جبته اهو، عادي سكيني وتحفة بجد في اللبس، شكله روعة اهو، حلو جدا على فكرة جدا يعني. وهو من ورا مفهوش اي حاجة، احلى حاجة انه مفهوش اي حاجة، بصوا فبجد تحفة. اوريكو تاني بنطلون معايا لونه كحلي اهو، زي ما انتو شايفين برضو اهو، والتيكت بتاعه برضو اهو، بجد حلو قوي، وبرضو ب100 جنيه. بص وسطه بيمط كده شوية، بس البنطلون نفسه برضو بيمط كده شوية، تحفة على فكرة، وبرضو سكيني وكده اهو. بص رجله ده بقى من اللي هو النوع اللي بيبقى نازل على وسع شوية، يعني رجله نفسها من هنا مش اللي هي الضيقة لشكل البيئة ده اللي بتبقى كلها ضيقة كده لغاية تحت، لا ده شكله بجد شيك قوي في اللبس وتحفة يعني. تالت بنطلون بقى ده بجد اللي عاجبني جدا جدا جدا، عشان اصلا ده يعني القماشة بتاعته قماش اللي هي القماش التقيل ده، اكيد انتوا عارفين اهو، عارفين انتوا القماش مش جنس ده خالص، لونه برضو كحلي اهو، وتقفيله حلو قوي، احلى حاجه ان هما ساده، شكلهم بجد شيك قوي في اللبس. وهو التيكت بتاعه البرايس مكتوب عليه 145، بس هو يعني في الكاشير تحت لما جيت ادفع برضو حسبه لي ب100 عشان السيل يعني اللي عاملينه كده. ده وسطه زي ما انتوا شايفين، وده البنطلون، يا رب يكون ظاهر لكم. وبصوا برضو من تحت مش الرجل الضيقه قوي الاوفر، لا رجله حلوة ونزل ضيق وكل حاجة، بس رجله حلوة مش اللي هي الماسكة قوي، بجد ده شكله تحفة تحفة، وسعره بجد تحفة. انا عشان بناطيلي كلها بجيبها يعني 200 جنيه و160 وكده، فمبهورة بجد من الاسعار دي. وجبت برضو البلوزة دي، بصوا اهو شكلها، هي من النوع القصيرة من قدام وطويلة شوية من ورا، مش قوي يعني زي ما انتوا شايفين، يا رب يكون التصوير باين. وفيها جيب بس كده وبس، بيزك كده يعني، ما فيهاش اي حاجة. لبس طبعا تحتها شميز ابيض وكمها طويل زي ما انتوا شايفين، مش تلت كم وكده، كمها حلوة قوي. وبرده بصوا ما كان برايس بتاعها 135، وطبعا سعرها بقى 100 جنيه طبعا زي ما انتوا عارفين، اهو المقاس بتاعها واللي مكتوب عليه. فبجد الحاجات تحفه تحفه، وبالذات البناطيل، يعني البناطيل هناك بجد تروحي تستغلي الحوار البناطيل وكده. بس اقول لكم على حاجه، اكبر مقاس فيها الاكبر من مقاسي بدرجتين، يعني لو واحده مثلا تخينه شويه وعايزه تروح تجيب بناطيل من هناك للاسف يعني مش هتلاقي مقاسها، يعني انا اصلا مقاسي ومش مكتوب ولا ايه زي ما انتوا شايفين كده، بس مش مكتوب يعني المقاس عليه، بس اللي هو على ما اظن مقاسي 36 او في العموم ده. اختي جابت بنطلونها مقاس 38 برضو، صغير يعني مش كبير. بصوا اهو وستي، الوسط اهو بالظبط، فاي واحدة مثلا عادي هيلبسها.
بس لو التخينة اللي هي تخينة قوي فمش هيجوا على قدها للأسف يعني. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي اللي انا بوريكم البناطيل بتاعتي وكده بأرخص الأسعار. فلو عجبكم الفيديو طبعا اعملوا لي لايك ليه، واشتركوا طبعا في القناة، ويقولوا لي على الفيديوهات التانية مثلا اللي انتوا عايزيني اقدمها في القناة. شكرا.